اتخذت وزارة الصحة العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في مطار البحرين الدولي، وذلك للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. مسؤولية وطنية وشرعية للحفاظ على سلامة جميع من يغطن على أرض الوطن ومن تطئ رجله عليها. حرصا على سلامة المجتمع، تعمل وزارة الصحة بجميع كوادرها وطاقاتها للتصدي لفيروس كورونا. وهنا في مطار البحرين الدولي تعمل وزارة الصحة بكل جهدها لفحص جميع من تطأ قدماه أرض الوطن، كما حرصت على وضع الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمراقبة بالتعاون مع كافة الجهات. هنا في خيمة المطار، وهي عبارة عن خيام متعددة، خيمة كبيرة جدا، يتم الخطوة الأولى في استقبال المسافرين، حيث تتم قياس استقبالهم بممرضات، ويتم توزيع الأوراق، التأكد من استلام الأوراق الصحيحة بالنسبة للإقرار بجميع الإجراءات، ثم ينتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة الفحص عند الطبيب. فيتم هنا فحص المسافر في ويا الطبيب، خذ العينة وارشادات وإجازة مرضية 14 يوم، والتأكيد على العزل المنزلي. وزارة الصحة تقوم فور وصول القادمين إلى أرض المملكة بتوزيع استمارات خاصة للتقييم الصحي للتأكد من سلامتهم. نفحص احنا طبعا جميع القادمين من جميع الدول، الدول اللي أكثر خطورة لها مسار مختلف، الدول الأقل خطورة لها مسار مختلف، المرضى القادمين اللي هم عندهم أعراض يكون لهم مسار مختلف، القادمين اللي بدون أعراض بعد يكون لهم مسار مختلف. طبعا يتم فحص جميع القادمين من جميع الدول. الاستمارة نكتب فيها الاسم والسي بي آر اللي هو الهوية، رقم الهوية، ونكتب فيها يعني معلومات القادم، ونكتب فيها اللي هي الإجراءات اللي يتم للإجراءات العزل المنزلي، إنه ما يطلع من البيت 14 يوم، حتى في البيت يكون معزول في غرفة بروحة، ينعزل حتى عن باقي أفراد العائلة اللي هم ما سافروا معاه، ولازم يلتزم بهذه الفترة لمدة 14 يوم. هذا واتخذت مملكة البحرين كافة الاستعدادات المبكرة، وقامت بتطبيق الإجراءات اللازمة الموائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.